Hello everybody, my name is Mohamed Ahmed Ali. I'm 21. I'm originally from Egypt. I reside in Switzerland, England. I'm student in the Faculty of Law. I'll be senior next year. My hobbies are singing and act. When we talk on my experience, I worked as coach trainer and CEO of gym. I worked as call center agent in our company. I have 2 year experience in law. In terms of participation, I participated in many student activities such as student union and university choir. In volunteering, I participated in many volunteer activities, such as the most important of which the decent life and energy. عايزين نعرف ايه هي التنمية المستدامة. التنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية. الأبعاد البيئية والاجتماعية. جميل؟ مع التنمية الاقتصادية لحسن استغلال لحسن استغلال الموارد. مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة في استغلال الموارد والتصرف فيها. راح خلص كده. دلوقتي يعني إيه الكلام ده؟ يعني بعد الحرب العالمية الثانية اكتشف العالم ان الموارد في تدهور ضخم. ولذلك بعد الحرب العالمية الثانية وجد العالم ان الموارد في دمار مهلك. ماذا عن الاجيال القادمة القادرة على الاستفادة واستغلال الموارد عندما يتعارض كليا مع تعريفنا للتنمية المستدامة. لذلك قررت الامم المتحدة في سبتمبر عام 2015 وضع ميثاق التنمية المستدامة وبدء الخطة التنموية في عام 2016. تضمنت 17 هدف الذي يعرف بأهداف التنمية المستدامة الـ SDGs، وهم المتوافقين الذي بالعمل به سنحمي الأجيال القادمة في استغلال وحسن التصرف فيها. وبالمناسبة أخذت مصرنا الحبيبة بهذا المبدأ وأخذت بميثاق التنمية المستدامة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأطلق العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة التي تتوافق مع مبدأ مبادئ التنمية المستدامة، مثل مشروع الزراعة المستدامة ورؤية مصر 2030 للتطلع لمستقبل أجيال قادمة. الهدف الرئيسي من هذه المبادرة أن أكون سفيرا للتنمية المستدامة. وبحكم دراستي للقانون وبحثي في أهداف التنمية المستدامة والتي بالمناسبة هي 17، وجدت الهدف 16 يتكلم عن العدل والمساواة. Justice and Peace. وجدت أن هذا الهدف يتكلم عن العدل والمساواة. وهذا الهدف الذي أريد العمل عليه وتحقيقه لتحقيق الأمن والسلام في العالم كله. وهو بالمناسبة الأمن والسلام في العالم وهو يعتبر من أهم أطلع التنمية المستدامة الذي يقوم عليه جميع أهداف وأسس التنمية المستدامة. لأن بغير السلام والعدل لن يوجد أهداف التنمية المستدامة. وهذا الهدف الذي أريد العمل عليه هو تحقيق العدل والمساواة. شكرا جزيلا. كان معكم مؤمن.